ضيف الحلقة. وضيفتنا طبعا هي ستيليست او مصممة الازياء هدى العالمي. مرحبا بك من جديد. مرحبا بك. محافظة شوية على ماكينة الصابون؟ لا ما صدقتش. تبارك الله عليك، نصائح زعما في مستوى. وعطيني شي نصيحة اخرى اذا كنتي عارفاها على ماكينة الصابون. لا في الحقيقة كما قلتي ما خصهاش نبقاو نستعملوها عدة مرات في نهار واحد، يعني نحاولوا نخليوها ترتاح شوية حتى الغد لين. ونعاودوا عليك يحافظ على الحويجة ديال لا 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 ماشي كلشي، يعني الحوايج كلهم نصبنهم في ماكينة الصابون. كاين شي حوايج اللي ما خصهمش يتصبنوا، يعني نصبنهم على ما أكيد. مرحبا بك هدى، انت بارك لنا نصائح ديال القفطان. غادي ناخذوا من عندك اليوم نصائح حول القفطان، يعني ديال الشتا كيفاش غادي نصوبوا، سواء ديال الحضور ولا ديال الدار. وطبعا الا بغيتوا تواصلوا مع هدى مصممة الازياء هدى العالمي، يمكن لكم انكم تتصلوا بنا على 05 22 36 10 36 او 05 22 36 05 36. بغيتوا تسولوا على القفطان، على الجلابه، على اي اسئله اللي كتكون متنوعه بغيتوا تسولوا في الموضوع ديال اليوم، مرحبا بكم. بتسولوا على شي تويب عندكم، شكل بغيتوا تخيطوا به، او الستايل اللي بغيتوا ديروا، مرحبا طبعا باتصالاتكم الهاتفيه. كذلك يمكنكم انكم تواصلوا مع هدى العالمي عبر اس ام اس على رقم 5566 ديال الدرهم تي تي سي. اذا بغيت نصوب قفطان، اول حاجه طبعا غادي نفكر في الثوب، نوع القماش، اش من ثوب ناخذ. كنا تكلمنا على الجلال بديك المره، قلتي احسن ثوب هو كاشمير. هو الكاشمير بالنسبه للجلابه، كنا نهضروا دابا على القفاطن دو بريفيرونس، بحال هكا نديروا يا اما تاع الفيلور، ساتان دوشيز، البروكار، كاين عده اسوبه اللي كتكون السمك ديالها شويه سميكه، يعني اللي كتقدر يعني على حسب انك تواسي الموسم البرد، مع اننا في المغرب ما عندناش برد قارس اللي غادي يضطرنا اننا نستعملوا دوك الاقمشه السخونه بزاف. بالنسبه للفلوغ كاين بعض الناس اللي ما كيبغوش يديروا قفطان كله تاع الفلوغ، كتقول لك لا كيجيني سخون عليا نديرو بحال البدعيه، يعني الصومونش نقدر غير هو واحد الشكل ديالو كيعطينا بانه ثوب تاع البرد. اما ورا كاين دابا انواع تاع الفلوغ اللي ماشي سخان بزاف، كيكونوا ديال الحرير، الملمس ديالو كيكون حريري، كتكون عنده لا طومبي طايحه بزاف، على شكل الاثواب تاع الفلوغ اللي يكونوا واقفين. بالنسبه لي كوبلي كاين بحال هكا في الفلوغ دو بريفيرونس، اننا كما قلت دابا الناس اللي كيجيو مصهد بزاف كيقول لك واخا البرد حنا ما كنقدروش نستحملوا اننا نلبسوا داك الفلوغ، نقدروا نديروا فيه اما بدعيه، اما نقدروا نديروا غير تحت فلاجي سيركولير، لان حيت كتكون عنده لا طومبي سي بوسيبل اننا نديروا عكس ساتان دوشيز، ما يمكنش نديروا به لاجي سيركولير، يعني كيبقى يمكن ندخلوا معاه شويه لا دونتيل، ندخلوا معاه ساتان دوشيز، يعني في بياسه واحده نقدروا ندخلوا عده اقمشه اللي كتواتي المناسبه اللي غنمشيو نحضروا ليها. بالنسبه للالوان كاين عده الوان اللي موجوده في السوق، بالنسبه للفلوغ باغ اكزومبل نقدروا نديروا بلو مارين، بزاف الناس لان كيجوني تصالات ديالهم كيقول لك بغينا النوار، عافاك نصحينا شنو غنديروا بالنوار، كنقول لهم النوار كيجي مع اي حاجه، اي لون كيناسب النوار، نقدروا النوار ندخلوا مع الموطاط كيما شتيني دابا نيت لابسه امينه، شي الموطاط كيجي زوين مع النوار. فوالا نقدروا ندخلوا النوار، ندخلوا مع البلو، ندخلوا مع التوركوا، لو روز، لو فير، لو روج، يعني الوان كلها كتناسب اللون الاسود. كاين البلو مارين حتى هو كيجي زوين، كاين واحد برين بلور برين كيجي روعه مع الموطاط. كاين بزاف الوان، كاين عده الوان اللي كتناسب. بالنسبه لساتان دوشيز كاين اللي كيبغي كيقول لك كيجيني واقف وانا غليظه ما غادي يواتينيش، كنقول لهم ان لا كوب ديالو تجيها موالمه، ما تجيهاش لا كوب عريضه بزاف، ولا تمشي تقول المصممه ديالها الله يخليك انا بغيتها تجيني عريضه بزاف، لا جاتها عريضه راه هي غتبان اوتوماتيكمون غتبان هي يعني عكس داكشي اللي بغات، عكس داكشي اللي بغات، لان ما يمكنش بحال دابا ساتان دوشيز نقدروا نديروا الفوق لا كوب ديالو، بغات الصايه عريضه تقول لك وانا ما غاديش فيها لا جوب سيركيلور، ولكن انا بغيت العرض لتحت شنو غنعمل، كنقول له لا فوالا سي بوسيبل انك الفوق ديري واحد لا ديكوب عند الخصر، الفوق ديري شويه ايفاز يعني شويه مقبوط مجمع راسو قابط، ابخي فاش كديري لا ديكوب كديري الصايه بالخراط، كنديروها بالخراط عده خراط هذا اللي بغيتي، كتعطينا او ميم طون داك العرض اللي بغينا لتحت الوسوعيه، او ميم طون انا كنقدروا في داك الخرطه كنديروا واحد لي موتيف كنستعملهم كنزوقوا بهم داك ساتان دوشيز اللي كتبين هذيك النخوه وكتعطي داك الطول للمراه. باغ اكزومبل البروكار تاع البروكار دابا ولينا كنستعملوا فوق، واخا البروكار كاين دابا اللي موجود دارج بزاف، البروكار لامي في البي كيكونوا فيه بزاف الالوان كنقدروا فوق منه اننا كنستعملوا زوق البيت طرز النبات اي حاجه كنقدروا نستعملوها فوق من داك البروكار.
نقدروا نديروا بحال درنا البروكار لتحت نديروا فوق منه لا دونتيل فوق منه، ولا ناخذوا غير دي موتيف نقول للمصممه ديالنا الله يخليك بغينا تقطعنا دي موتيف من داك لا دونتيل ونحطوهم. نعم تي بغيت نرجع نكملوا معاك الا سمحتي هدى علمي، وغادي نتكلموا على الموضوع ديال الطبع اللي هو الموضوع ديال التواب ديال القفطان ديال الشاك، شنو هي النوع ديال التواب اللي نديرو، كذلك حتى نوع الخياطه اللي مالا. بعد ما ناخذوا اول اتصال، وطبعا اتصال تكون باش تسولوا هدى العالمي على اي قطعة عندكم وتخيطوها على 0522-36-10-36 أو 0522-36-05-36. أول اتصال هو من الدار البيضاء، معنا أميرة. أميرة صباح الخير. صباح النور لاباس أختي، خصك لاكوب ديال أميرة أنت هذا بدون بدون كلام. مرحبا بك أميرة. عافاك دابا أنا ما كنفهمش هادشي القفاطن، ماما فاش كلبسات شي الحال من بعضه ماشي مشكله، يا هدى تشرح لينا لا دابا انا عندي خطبه ياك وبغيت شي قفطان، انا ما عرفتش تولي ناخذ الشكل اللي ندير، ما عرفتش شنو خطبه انت بغيتي دابا واحد القفطان للخطبه. وي امتى عندك الخطبه؟ عندي شهر 11. شهر 11 دونك غيكون برد شويه ماشي بزاف على اين. شنو انت فين نفسك كتمشي؟ مخيله شي حاجه ولا لا؟ هي انا الا كنت شي حاجه تكون سامبل، ما تكونش انا ضعيفه شويه وقصيره. بغيت نبات. اها انت قصيره ياك؟ قصيره وضعيفه. وضعيفه اييه وهو زيد. شنو اللون ديال البشره ديالك؟ انا بيضاء. انت بيضاء اها، واخا بغيتيه منبت قالت لك هدى، بغيتيه منبت ولا لا؟ ولا عير سامبل ولا تنبات خفيف ولا تكون شي حاجه خفيفه؟ وي خفيفه. تكلمي تكون باينه وتكون خفيفه. اميره صباح الخير. صباح النور. صافا لاباس عليك؟ لا لا الحمد لله. وي اميره بغيت غير واش كيعجبوك الالوان مزيج بالالوان ولا كتبغي تاخذي غير لون واحد فقط؟ ماشي مشكل الا كانوا الالوان، ما يكونش داكشي لي تخو شارجي. بيان سور. بغيتي الخطبه يعني خطبه في ضرب صداق ساسا؟ وي. داكوغ مازال ان شاء الله كاين العرس ياك؟ مازال ان شاء الله وي. داكوغ حيت الا كنا غنديرو خطبه يعني نحاولو نديرو لبسه تكون شويه يعني ما نشارجيوهاش بزاف باش نخلو تباني اكثر جماليه ان شاء الله يوم العرس ديالك. وي داكشي ان شاء الله. داكوغ بالنسبه للالوان اللي تقدري تناسبي بالنسبه للون البشره ديالك، الالوان كتواتيك لانك بيضاء، غير هي اللي عندنا هو ان لاكوب الفصاله اللي خاصك ديري، وانا خاصك باش تبين الفصاله اللي غتبين لك الطول باش تباني طويله، وما تكونش لبسه طويله عليك بزاف لان قد ما بان طويله بزاف انت غتباني قصيره، واخا تلبسي كعب عالي. يعني هذه نصيحه. نحاولوا اننا نديروا فيها اما الخراط اما هذا باش تبين لك الطول. بحال باغ اكزومبل تقدري تستعملي اللون البيج. نبداو بعدا بالثوب. شمن ثوب؟ الثوب شهر 11 يعني كاين برد شويه، ودابا الحمد لله كما قلت الناس راه ولاو كيديروا فقاعات اللي كتكون فيها شوفا جيني سخونه، ما بقاش داك بعدا. اميره سيما خديتي من عندك على المعلومات دابا غادي نعطيوها ياك. يا طيب غادي نعطيوها دابا الشكل ديال القميص اللي غادي دير. نبداو من الثوب حنا غادي يعني. واخا بالنسبه للقفطان امينه اللي هي بغات سيغمون انا بغات الخطبه يعني غتكون عندها نكافه اللي غادي لها الزين وداك الشيء، يعني خصنا نخليو حتى هي الخدمه ديالها تستعملها. دونك البيج لا كولور بيج، البيج ماشي بلون كاسي، ومالا امي واحد لا كولور كتكون غدا لواحد لو روز بال ولا واحد الخطبه كتبغي بحال هاد اللوينات. هاد اللوينات كتجي تكونوا مهدين ولا ان فيغ او يكون باستيل، دي كولور يكونوا باستيل ما يكونش الوان طالعه بزاف. لا نحاولوا نخدموا ديما في الوان اللي هابطه، ولكن في النوع النبات ولا في البرودري هو انا اللي غنستعملوا ديك الالوان اللي غتزيدها جماليه. بحال باغ اكزومبل اللي كنا غنستعملوا البيج نخدموا بلون النحاسي كيجي مزيون، ولا نقدروا نستعملوا فيه لوينات حدا اخرين بحال ان فيغ، ندخلوا فيه حتى تنبات انواع الحجر اللي غتواتي لنا داك البيج، نقدروا نديروا ان فيغ او لو فيغ او تا هو كيجي زويون. يعني نحاول ماشي نديرو غير لو فيغ او بوحدو غتقولي كلشي الناس كيمشيو للمنسك كيلقاو لو فيغ، لا او الكوغاي لا، ديري لو فيغ بلوغوا تقدري ديري تحسن منه، يا اما ان بلوغوا ان بلو مارين باغ اكزومبل كيجي زويون مع الفيغ او. يعني كاين بزاف الالوان اللي كتواتي بعضها، تقدر دير لا كولور واحد لو غوز كيما قلت لو غوز بال تا هو كيجي زويون، تدخل فيه دي كولور بحال لو موف بحال لو جو باش يطلع لنا داك اللون اللي كيكون هو طافي، يعني غنحاولو نطلعو بالبيغلاج. ودير انواع باغ اكزومبل تقدر نديرو الطرز، علاش لا ديري الطرز؟ حاولي ما تخصصيش بزاف لان كيضعف، ما عندكش مشكل يعني تقدري ديري الطرز في الصدر باش تباني شويه عامره، او ميم طون ديما الطرز في هذاك الخراط اللي قلت لك اميره هو ان الخراط يكون فيهم نوع اما من التنبات اما من الزواق اما من الطرز باش تبين لك الطول ديالك. نعم
و جو بريفير تكون اللي قدرت تمشي تخان تمشي تخان كتكولور كتجي مزيونه حتى هي كتزيد جماليه داك القفطان يعني انت اميره غتبان عروسه وغديري تبغي نرجع لكم معكم مع اتصالاتكم ومعك مصممه الازياء هدى العالمين بعد فاصل صغير نعود دائما لشد الاسره للضيفه ومع هدى العالمي اكيد اللي هي مصممه الازياء واللي حاضره معنا اليوم يمكن لكم انكم تسولوها طبعا على اي لبسه بغيتوا تخيطوا ولا تصوبوا كنتكلموا حنا اليوم على القفاطن ديال الشتاء وتكلمنا على بعض الانواع ديال التواب اللي ممكن انكم تستعملوا في هذا الشتاء هذا يمكن لكم انكم تواصلوا معها من خلال ارقامنا 05 22 36 10 36 او 05 22 36 05 36 كذلك عبر الاس ام اس على الرقم 5566 كنتي سولتي هدى اميره اللي كانت تصلت بينا قبل الفاصل على واش كيضرب صداق ولا لا واش كاين شي فرق يعني بحال مثلا لبسه هاد الخطبه اللي كتكون فيها ضرب الصداق ماشي لبسه هاد الخطبه اللي كتكون مثلا غير خطبه واحد دابا كاين امين الخطبه هو الناس غير كيجيو يهضروا كيسميوها الناس خطبه يعني هذيك ماشي بالضروره انها خاصها تلبس قفطان وتعيط على شي مزيد يزينها كتكون غير عاديه يعني مناسبه عاديه اما بالنسبه لك يكون فيها ضرب الصداق كيكونوا ناس كيعرضوا عليهم اللي غادي يجيو كتكون واحد العشيه ما بقاتش خطبه اذا ضرب الصداق نيسان ما كيكونش الناس كثار بزاف كيكون غير المقربين المقرب بحال الاخوه والاب والام صافي ولا كتشي عمه كبيره ولا فهمتي ولوينات الخطبه عموما اللي ممكن اننا نلبسوها بحال الخطبه لان كتكون يلا ما خاصهاش تلبس بزاف تلقى فاطمه يلا كتلبس وحده لبسه وحده ولا جوج كاع يعني ما كاينش ضروره انها باش تبقى تكون بزاف تخو شارجي ولا دانا ديك اللبسه قلتي بانها خاصها تكون اللوينات اللي هما يكونوا خفيفين دي كولور باستيل ما يكونوش الوان مثلا باج قلنا ديما البيض لا لا البيض لا انا غنقول لك علاش امينه هو البيض تقدر تلبسه السيده مي المشكل اللي كاين فيه ولا ما تقدرش تستعمل هذيك اللبسه دابا بيني وبينك امينه انت تقدري تلبسيها هكا فشي مناسبه غادي تلبسي لبسه بيضاء وانت مزوجه يمكنش دونك حرام انها تحط فيها واحد المبلغ غالي وتلبسها مره وحده فهاديك الخطوبه وتحطها دكوتي يعني ما كتبقاش تلبسها حتى فشي عزومه كتكون ولا هذا ما يمكنش لا تلبسها هذا اللي كنحاولوا اننا ولا كنبدعوا في هذه الالوان ولا كنقدروا بحال العروسه واش كتلبس الغوج ولا حتى كتلبس الموف ولا كتلبس الخضر ما بقاش غير الوان كلشي بياض وبيج حتى البيج ولو في درجات تاع البيج كاين بزاف كاين البيج اللي مغلوق شويه فاتح كاين البيج اللي غادي لو غوز كاين البيج اللي غادي لو غري فهمتي يعني كاين ولا فيه ثواب الوان كثيره ما بقاش غير الباج ادي بحال كريمي وهذا نعم طيب غادي ناخذ اتصال اخر دائما على ارقامنا 05 22 36 10 36 05 22 36 05 كذلك 36 ومعنا على الخط رشيده السلام عليكم رشيده السلام مرحبا لاباس عليك الله يبارك فيك كي دايرين بخير اهلا وسهلا لاله هدى مرحبا بك لاله رشيده الله يبارك فيك الله يخليك عندي بغيت نسولك واحد الثوب مليفه بلونكاسي نعم وزعما بغيت نخرج من داك الاطار ديال البرشمان و بغيت شي حاجه زعما جديده نعم رشيده انت لا فورم ديال كيف دايره ضعيفه شويه موين موين اها 1.60 متر وسميتو وهذا بالسمره وشحال الوزن ديالك الوزن ديالي 72 عامره شويه اها وانت سمراء كاين شي معلومات اخرى بغيتي تقوليها مناسبه رشيده بغيتي هاد الجلابه مناسبه سعيده ولا حزينه مليفان زعما نلبسها فشي مناسبه لا دابا كتفرق المناسبه يعني اللي كنتي غتلبسي حيت الباج كيمشي حتى المناسبات الحزينه ما كيمشيش غير المناسبات السعيده دونك الا كانت مناسبه حزينه باش تبغي تلبسها تو لي جوغ وصافي المناسبات الحزينه كنبقاو غاديين في هذاك طون سيغ طون يعني ما كنهربوش على اللون ديالها كنخيطوا اللون باللون ياك ولا كنتي بغيتي المناسبه السعيده كيمكن لك انك تدخلي فيها الوان وكتقدري تستعملي فيها نوع من الطارز كتقدري تستعملي فيها انواع الزواق المعلم يعني كتقدري انها كما كنقولوا شويه تخدميها يعني تبدأي فيها من هاد بحال هكا غير على البرشمان من غير على البرشمان كما قالت لان اغلبيه الناس كيقولوا شنو القطيب بغينا نديروا قطيب علاش انه هو الحاجه الثمن ديالو كيكون رخيص شويه و او ميم طون كتقول لك ما كيديموداش هو سي فري هادشي اللي كيقولوا الناس لانه الثمن ديالو كيبقى كما كان الحال رخيص على خياطه عاديه اليد بالنسبه لهذا تقدر دير بحال دير دفيره ولا دير شي سفيفه رقيقه بحال سلسول حاجه اللي ما كديموداش حتى هي يعني حتى كتبقى توجور دارجه للموضه نقدروا نستعملوها
نقدروا نديروا بجنب ديالها واحد زويقه المعلم بحال الكشمير كيجي فيه زبق المعلم سلته هابطه لتحت غزاله يا اما كوزه يا اما دولار ودبانه يا اما كوكيه كاين بزاف الانواع تاع الزبق سلته رقيقه ما تكونش غليظه بزاف باش تمشي سي او ميم طون المناسبات الحزينه يعني نحاولوا نخليوها هكا وهكا. دابا اذا الفرق ما كاينش في الخياطه غير في اللون كاين قبل المناسبات الحزينه دير لون نفس اللون نفس اللون بالنسبه لكل يوم ومناسبات سعيده تقدر تبدع في الالوان ديال الخياطه فوالا بحال الباج على حسب درجه الباج كاين كاين واحد لو باج شويه غادي بحال غادي شويه الماغون طالع نقدروا نخدموا بلون مغلوق ماغون نقدروا نخدموا بالغوج بغيك نقدروا نخدموا هادشي كامل يجي مع اللون ديالها اللي هي سمراء وي هي سمراء سمراء شنو هادشي الالوان اللي قلنا ديال الابيض كلشي هذا تاع كيجيها الوان اللي غتواتي اللون البشره ديالها ما كاينش مشكل يعني مثلا حيت هي اصلا كيكون اللون الغالب هو داك لو بيج يعني حنا يلا ابل كندخلوا معاها واحد شويه لو غوج بغيك ما كاينش مشكل واحد لو فيغ كيجي مزيون كيجي زوين نقدروا نخدموها بواحد لو بوردو باغ اكزومبل توا كيجي زوين في الخياطه مع لو بيج كيما قلت على حسب المناسبه اللي بغات تستعملها. طيب ناخذ اتصال اخر معنا فاطمه. السلام عليكم فاطمه. وعليكم السلام. مرحبا بك. صايبك فيك كده رمتي لنسليك. الله يبارك فيك فاطمة تفضلي. الحمد لله. أنا بغيت شي قصار لي واسمي بغيت شي عرس إذا كان ممكن. عرس شريتي توب ولا مازال؟ لا باقي. مازال ما شريتيش توب بغيتي توب سخون شوية؟ ماشي مشكل المهم شي قصار لي واسمي. مناسبة إمتى كاينة عندك؟ المهم شي 15 يوم دابا. من هنا ل 15 يوم باقي ما شريتي الثوب باقي ما صوبتي باقي ما واخا هي عندك الخياط ضامنه ضامنه واخا فاطمه شنو شحال الطول ديالك وشحال الوزن؟ المهم الوزن ديالي 62. ايوا والطول ديالك شحال؟ الطول 65. 65 يعني هي هذيك دابا انت ما ضعيفه ما رقيقه ما غليظه ياك؟ مهم هي هذيك ولون البشره ديالك؟ بيضة واخا اقترحوا عليك فاطمه اي سؤال هدى فاطمه لا كلشي مزيان يلا شمن ثوب الثوب حيت لك نذكرنا وي باغ اكزومبل تقدر بحال فاطمه لانها ماشي غليظه يعني الوزن كيناسب الطول ديالها تقدر تستعمل ساتان جوشيز غير هو يكون جوده عاليه باش كيعطي واحد لا طومبي ما يجيش واقف بزاف عاوتاني يعطي واحد لا طومبي ان تستعمل فيه باغ اكزومبل تقدر تستعمل الفيلوغ حتى هو يجيها زوين غير تحاول الفيلوغ ما تسدوش من القدام تخليه لان هي ضعيفه لا سداته غتزاد تبان لان هو شويه الكول كلصق شويه على لا دام فهمتيني تحاول تخليه محلول من القدام تبان ديك النخوه فوالا تبان ديك النخوه دير تحت منه شي توب اللي يكون واقف بحال هكا دير تحت منه بحال شي بروكار واخا يكون غير سومونش اي توب يكون شويه واقف باش يزيد يوقفه ويعطي هذاك الفوليوم تبان عريض من التحت باغ اكزومبل هذه نصيحه لكاع الناس اللي هما ضعاف شويه كيقول لك بغينا نبانو شويه عامرين وعامرين فوالا يعني نحاولوا نستعملوا هذه الطريقه بالنسبه للانواع اللي كنقدروا نديروا بحال الخريب ولا دير ان بروكار حتى البروكار كيجي زوين كاين اللي البروكار كتقول لك لا غادي تجيني ثقيل بزاف باغ اكزومبل خذي البروكار اللي فيه دي كولور مزيونين خذي ديري لا ديكوب بغي ديري لا ديكوب غتستعملي حتى لي مونش من نفس البروكار لتحت حاولي ديري اقمشه واحد اخرين باغ اكزومبل تقدر دير ساتان فوق منه دير دونتيل تقدر دير فوق منه تول تقدر دير فوق منه يعني الكريب المهم كيبقى لها اختيار كيبقى لها الاختيار امين يعني كاع الانواع. طيب كنذكروا طبعا انه دائما تسالتكم مع مصممه الازياء هدى العالمي على 05 22 36 10 36 او 05 22 36 05 36 تقدروا تسولوا في الموضوع ديالنا اللي هو الموضوع ديال القفاطن ديال الشاء ولا في اي موضوع اخر. معايا بعض الرسائل غادي نرجع نقراهم بعد ما غادي ناخذ سعاد من الرباط. السلام عليكم سعاد. السلام عليكم. مرحبا مرحبا الله يبارك فيك تفضلي سعاد. بغيت عرفت نسول نعم توب شويه مليفه جاني من برا واقف ما عرفتش شنو غندير لي. عندك توب مليفه شمن لون؟ ما عرفتش واش مليفه ولكن واقف شيبي. توب شيبي شيبي واقف شويه واقف هو مليفه قالت ما عرفاتش كظن انه مليف. داكوغ سعاد بحال هذا النوع الثوب الواقف يمكن لديتي يقدر انك لديتي لا فابور يقدر يهبط شويه ما يبقاش واقف. بالنسبه لنا سعاد سعاد باقا معنا؟ نعم باقا. سبنتيه ولا باقي؟ نعم سبنتيه ولا باقي؟ عبرتو؟ سبنتيه؟ لا مازال هو سبني يدي المسبانه ياك؟ وي دار لي غير لا فابور دار لي غير البخار البخار باش هكا نشوفوا واش غيطيح شويه ولا لا.
على واش ديال المصمم ديالك هو اللي غادي يصوبوا لك عاد ديال الخياط ديالك واخا سعاد. نعم. وشنو السؤال ديالك انت بالضبط دابا على هاد الثوب؟ انا على شنو اللون غندير ليه؟ غندير جلابه ديالي. اها جلابه بغيتي جلابه. اها هو في تيركوا شيبي. هو شيبي. شيبي يعني. داكور بالنسبه انه الثوب ديالو واقف انها تقدر ما ديروش عريض تحاول انه لان قد ما زادت طول قطعه الفصاله ديالو تكون عريضه غتبان غادي تبان جلابه عريضه عليها كتجي شويه مبهدله امينه. دونك تاخذ سيغ ميزيغ. ديرها لك انا كتقدر ديرها بالخراط ولا تقدر ديرها دغوات يعني شمن لون تخيط باغ اكزومبل الشيبي يمشي مع اي نوع تقدر نديروها بلو غوز بال لو غوز بال كيجي زوين مع الشيبي ياك نقدروا الشيبي نقدروا نخيطو بالنواغ سواء كيجي زوين خياطه كتكون في النواغ تقدر تخيطو بلو جون بال يعني الشيبي ما عندناش فيه تقدر تخدمو طون سيغ طون باغ اكزومبل نفس اللون تقدر تخدمو الا بغات المناسبات شويه تكون سعيده تقدر تدخل فيه واحد لوكغي لوكغي كيجي بحال السقلي هو ماشي سقلي غير فوق سقلي كيجي تاهو زوين يعني الشي بيجي مع اي لون البلو ماغيان تقدر تمغي مع البلو ماغيان تاهو كيجي زوين كجلابه كجلابه وي واخا ناخذ اتصال اخا ديال فدوى. فدوى السلام عليكم. وعليكم السلام اختي. تفضلي فدوى. بغيت نهضر مع الخبيره هدى. كتسمعك مرحبا. الله يبارك فيك. بغي ندير واحد جوج جلبات في هذا البرد يكونوا زوينين ديال المناسبات. ايوا ما عرفتش الثوب من غير المليفه والمسطره حيت عندي هما اللي عندي. بغيت نعرف واش كاين شي ثوب جديد على الموضه. كاين بحال باغ اكزومبل كاين واحد لو بروكار كيكون طيح وميم طون هو كيمشي كيمشي للجلالب يعني ما كيكونش فيه الوان بزاف كيكون طون سيغ طون فيه زواق منه فيه دي موتيف داخلين فيه كتمشي تمشي عند اي واحد كيبيع اثواب كتقوليها له قولي فوالا بغيت شي جلابه هاد البروكار كيجي مزيان تقدري تاخدي بحال الشوني كيكون وساطة مع الشوني تاهو كيجي مزيان انواع البرد كاين بزاف الاثواب اللي كيكونوا راه بزاف عارفه بنتي حنا راه عارفين المليفو لا 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 كاين غير خاصها غدير واحد الدوره في السوق بروكار ولا الشوني كاين هذا كيكون ساطان داخل فيه الشوني كنقولوا ليه حنا الشوني كاين البروكار كاين واحد كيكون بحال نوع من الكريب مي كريب غليظ كريب غليظ كيكون تاع البرد انواع كيكون الملمس ديالو حريري هو كيعطي واحد الاكله كيكون فيه واحد البغيون هذا كيمشي للمناسبات السعيده يعني تقدر تلبسهم السيده شنو كاين كاين بزاف امينه المهم تاخذ بعدا فهاد الثلاثه اللي قلنا لها المهم ثلاثه اللي عطيناهم السميات ديالها كتختار فيهم شكرا على اتصالك فدوى ونكملوا معك مصممه الازياء هدى العالمي دائما اتصالاتكم على 0522 36 10 36 او 0522 36 05 36 مستمعه كتقول انا سمراء وبغيت جلابه مليفه في نوار ولا البلو غوا شمن خياطه وكوب خياطه وكوب بغيتها سامبل عفاكم صحوني داكوغ بالنسبه للبلو غوا امينه كنقدروا اننا نخيطوا بواحد لا كولور كتجي مزيونه معاه هو لو فيغ او واحد بحال النوع اللي كيكون في البحر اللون كيكون في البحر واحد لو فيغ ماشي ان فيغ او مي كيكون لو فيغ داخل معاه شويه لو بلو كيعطي واحد اللون زوين هذا كيجي مع البلو غوا رائع تقدر تخيط لو بلو البلو غوا تقدر تخيطو بلو غوج كيجي تا هو زوين على حساب درجات البلوغوا اللي هي عندها في هذيك الجلابه ولكن ما كيجوش يعني بعاد هما كاين الناس اللي كيبغوا كتقول لك انا ما كنبغيش نلبس هذيك الجلابه التقليديه اللي كتلبسها ماما وانا بغيت شي جلابه اللي فاشن اللي دارجه على الموضه فاشن شويه هاد الالوان فوالا هاد الالوان فاشن حنا كنعطيو على الجلابه فوالا اللي كيتصادموا مع البعض اما انا بغينا نمشيو غير الالوان اللي كتكون بازيك راه معروفين كنخدموا اللون باللون كتقول ويلا ما كانش بلوغوا نواغ مثلا نواغ باش تخيطها النواغ كيجي معاك على الالوان بحال تقدر تخيطو بلو غوج دم الغزال حنا كنسميو واحد لاكولوغ دم الغزال كيجي زوين تقدر تخدمها بواحد لو فيغ ايمرود نواغ كيجي مع الفيغ ايمرود روعه كيجي زوين شنو هذا ايمرود لو فيغ ايمرود بحال هو نوع درجه من درجات الاخضر اخضر كيجي زوين مع النواغ نخلطناه تقدر تخدمها بالموطارد حتى هو هادو الوان ديما كيما نقول لك الالوان فاشن اللي كيجيو مع اما الا بغينا نمشيو نقدروا نخدموا النواغ بالنوار وتستعمل على واحد لي شارب يكون فيه بزاف لي كولور تقدروا مثلا في الخياطه تخدموها بنفس اللون ولكن مثلا في لي موتيف لي موتيف مثلا بحال شي هذا الزواق قد المعلم ندخلوا الوان ندخلوا الوان مثلا ندخلوا الوان حدا اخرى اللي كتواتي هذاك النوع القماش اول حاجه خاصنا نشوفوا نوع القماش حتى هو كيحكم علينا شمن النوع اللي غنخدموا فيه في الخياطه كتحكم علينا المراه واش عندها الصدر عريض واش عندها رقيق لان ما يمكنش المراه تكون عامره من الفوق وحنا نديروا لها دي موتيف اللي غادي كيعطيو العرض تماما وعلى ذكر
يعني هاد لاكوب يعني كتقول لك يا لاكوب ولكن ما يمكنناش نعطيوها لها وهي ما عطاتناش معلومات عليها هي الطول ديالها ولا هكا الا نعم. كانت عريضه ما دير سلته دير سلته رقيقه ما دير سلته عريضه في الصدر باش ما تزيدش تبين لها العرض الا كانت رقيقه ولا غليظه كما كان الحال انا كنصح اي سيده ان دير في الصاله اللي غتواسع يعني ما تكون سوغ ميزور ما تكونش عريضه وما تكونش مزيره بزاف لان قد ما زي راسها بزاف كتولي كيبان عيوب لنقطه الضرب. طيب ناخذ امينه من مراكش هذه المره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك امينه. الله يجزيك بخير. عندي واحد الثوب تاع جوهره شوتي فين ندير تكشيطه. اييه بغيت تكشيطه جوهره في بلون كاسي ودابا اشنو ندير على حيت كشتي جوهره تتكون خفيفه. وانا بغيت زعما شنو باش ما تجيش متقله بزاف اشنو ندير؟ الله يخليك. ما بغيتيهاش لتحت ولا بغيتيها الفوق على امينه؟ بغيتها دو بياس. بغيتي جوهره هي اللي تبان؟ جوهره بجوج لتحت والفوقاني. واخا بغيتي جوهره لتحت والفوق؟ وغتبين لك امينه لا؟ على حسب ما عرفتش دابا انا رايي ديالك. بغيت الله يخليك ناخذ منك نصيحه واش يمكن ندير الفوقاني ولا ندير لا تقدري ديرها امينه غير الفوقاني ما كاينلاش ديريها في التحتاني لان غتبين لك حيت فيها واحد الخطوط هذوك الخطوط كيبينوا. وغادي ناخذوا بعدا لا فورم ديالك امينه كي طويله قصيره؟ انا عندي متر وخمسة وستين وتندير 81 يعني عامرة امينة ياك؟ عامرة شوية بزاف. واخا باش غنشوفو شنو التوب اللي غادي ديري تحت منها لتحت اللي غيجي يجي مع هاد الجوهرة. واخا شكرا لك لأمينة. بالنسبة لأمينة بعدا اما انا غتواسيها جوهرة لان هي فيها خطوط في الطول. ايوا يعني غتبين لها طويلة وميم طو ما تبيناش عامرة. ما تبيناش عامرة بحال بالنسبة لاكولوغ اللي بغات البيج. البيج زوين تقدر دير تحت منه حيت انا امون افي انا اللي مشات لبست دارت البيج تليجا جوهرة ياك ودات تحت منها جوهرة واحدة أخرى كما كان الحال أنا غتبقى تبين لأن جوهرة كاين غتبقى تبين وغتعطيها كاين واحد لابوند كتكون وحدة ساطة وبوند كيكون فيها دي موتيف هذوك لي موتيف كيكونوا فوق من الكخيب يعني كتبين اللي نصحها دير تحت منها ساطان دو سوا باش تبقى عندها ديك لا طومبي دير تحت منها ساطان دو سوا غتجيها زوينة أو ميم طون تشد هذوك لي موتيف اللي كاينين تماك في جوهرة يا إما تعطيهم المصممين ديالها دلالة لهم تنبات تنبسهم كيجيو تاهو ما زوين كتنبس هذيك العريشة تحس كي سو فورم دي فلوغ اللي كتكون فيها دي كوكياج غادي تنبس في هذيك العريشة صهابطة هذيك السليتة منها غادي تبين لها الطول ولا كانت بحال بالنسبة للوباش كيجي زوين كتخدم بلا كولوغ دوغي يعني كراميل حنا كنسميوه السقلي كراميل يعني ولا الصاري كيجي هذاك اللون كيجي كيواسي هذاك لوباش كيطلعها في اللبسه وتاخذ الالوان اللي غتناسبها بالنسبه للبيراج تبقى غادا بداك طون سور طون يعني في داك لو مارون شويه طافي يعني لا كولور شامبان فهمتي تمشي بهاد لي كولور كيجيو زوينين بغات دير تحت منها حتى ساطان جو سوا يكون في داك الشامبان كيجي روعه حتى هو غادي يجيها مزيان فهمتي يعني بزاف الالوان اللي كتكون غتواتي هاد نوع من الثوب. واخا باش يفهمونا كلشي درجي لينا هدى العالمي. الشامبان كلشي الناس كيعرفوا هاد لاكولوغ شامبان يعني. كلشي ما تعرفوهاش. هو لون الشامبان اللي كيشوفوه في مسلسلات كيشوف كيكبوا هذاك الكاس تاع الشامبان. هذاك اللون ما هو جون ما هو ما هو باج. ما هو موطارد يعني هذاك اللون كيجي زوين مع لوباج. واخا نمشيو لطنجه ناخذوا جيهان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام جيهان. انا جيهان اللي عيطت لك على ديك الغوزانديا اللي كان عندي براندا. اييه مرحبا. السيمانه اللي فاتت. مرحبا. بغيت نعمل شي قفيطه ناخذ انا عندي الحضور. شحال واحد. بعد جوهره ولا مازال جيهان؟ والله باقي ما صيفتهاش. دابا تيك تاخذي لنا النصائح وكتخبي لنا النصائح وكتخبي. خير ان شاء الله. خاف جوهره ما تجيش معايا دابا انا كنسمعك هنايا حق جوهره خاف ما تجيش معايا حيت انا باقا صغيره عندي 32 سنه. خلي جوهره ما تخيطهاش دابا. ايش زعما جوهره كيخيطوها غير الكبار؟ لانها من قديم درجه الموضه والناس اللي كبار بعقلهم شويه ماشي كيمشيو لها بزاف كيمشيو لها بزاف تشهاوها بزاف دونك هي باقا جون دير دي كولور اللي يكونوا كاي شويه اللي يبينوها يزيدوها جماليه جمال على جمال. طيب واخا جيهان تفضلي. انا بغيت غير نسقسي دابا انا عندي ديك الغوزانيا بغيت شي قفيط اخر اللي نقدر نعملو يعني باش ما يجيونيش مثلا نبدل به ولكن باش ما يجيوش لي كولور زعما بحال بحال قفطان بغيتي يلا غتاخدي عاد ناخدو بغيتي شي توب وشي لون اللي مخالف على الغوزانديا اللي عندك لون البشرة لون البشرة ديالك جيهان عادية بيضة ما هيدا ما بيضة نص نص واخا يلا شمن توب تنصحها وشمن لون
بالنسبه لي اصلا الالوان دابا اللي كاين في هذا البرد نحاولوا نستعملوهم. تقدر دير لو برون، تقدر دير البلوغوا، تقدر دير واحد الفيغ ميليتير اللي خارج دابا على الموضة، يعني فيغ ميليتير وتخدم معاه تحت منه لو روج بريك. تقدر دير فيغ بوتي حتى هو دارج على الموضة، كيجي زوين الفيغ بوتي حتى هو لون يعني بعيد بزاف على لو روز. انواع هذا تقدر تستخدم في الفيلور، في الكريب مع الدونتيل ديالو تول ولا هذا. الالوان ماشي مشكل كل ما يجيو معاه، لان لونها لونها محايد محايد. نعم. وتحاول دير الالوان دابا دارجين على الموضه. نعم. يعني هما استعملوا جوج الاس ام اس اس غادي نطرحهم عليك. كاينه السلام عليكم، كتقول مستمعه كريمه انا سميه من دار البيضاء، عندي 28 سنه غيجيو يحضروا يهضروا فيا في شهر 11، شنو نلبس عافاك؟ انا بيضاء، كتقول بيضاء وقصيره شويه، بيضاء وقصيره. غادي غير يجيو يهضروا فيها، عطا شي حاجه يعني اللي تقدر تلبس قندوره امينه. قندوره تجي زوينه، قندوره تلبسها وديرها بداك الحزام ديالها، يعني تحاول ان دير لها كول في باش يبان عنقها طويل. ياك زعما بلا ما تفرح، بلا ما تسبق الفرح، بلا ما تسبق الفرح. كتجيني ما عرفنا، باقي ما عرفنا اش كاين. ياك تقدر تشوفها لماما العريس تقول اه شفت هذه من الاول لابسه هادشي معوله دونك، ولا تقول ديجا صافي راه الي اوكي مع راجلها، يعني صافي غادي يتزوجوا حنا داونا غير هذا. يعني داك الشيء بقى عادي، يعني كنرحب بهم في الدار. شي حاجه اللي كتلبس في الدار مثلا هي زوينه عليها القلمه، وديك القندوره تحاول تخدمها بطريقه مزيانه. دير لها واحد المحزن ديالها، دير لها سانتور لداخل تكون كاشي، كتبان غير على حد لا طاي، كتكون فيها 40 سنتيم فوالا. هذاك البيرلاج تحاول دير هذاك لي كولور، ما يكونوش دي كولور بزاف حامين، تخلي دي كولور باسيل. القندوره ما تكونش متقله، دوك القناده اللي كنشوفوا دابا لا 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 لا، تقليد تحاول تستعمل غير في الكولفي، دير هذاك النباس وفي هذيك لا سانتور دير فتايا. طيب سؤال اخر، خوله قالت لك بغيت عافاك تنصحيني، انا بغيت نخيط جلابه ديال العريسات، الطول ديالي 1.72 متر، كنوزن 70 كيلو، يعني هي هذيك تقريبا القامه ديالها، وكتقول اللون ديالي قمحي. جلابه العريسات باش كتنصحها؟ جلابه العريسات كنصح انا استعملها دو بيس، اما تديرها دو بيس يعني القفطان القميص والجلابه ديالها. تحاول دير هذاك الفوقاني ديالها جلابه، شي لا كولور اللي كتكون ترونسبارون شويه كتبين، يعني بحال الكريب. انا دير هذاك الكريب دير تحت منها لون واحد اخر، ولكن دابا مؤخرا ولا كندير هذاك الثوب سوسدي. دير داك الثوب ديال الرجال فوالا. جميل هذاك، كيجي روعه حتى هو، كنخيطو بالنسبه للنساء كيجي زوين. كنديرو داك السوسدي. فاش طاحت علي هذه الفكره اول مره ديال الرجال طمعوا ليهم في الثوب ديال الرجال، ولكن كيجي رائع، كيجي رائع حتى هو كيدير الجلب ديال الرجال. كيجي زوين سوسدي. تقدر دير داك لي كولور اللي كيكونوا بعاد شويه على البعض ديالهم، وتخلي توجور في لي كولور، بحال دير لو فيغ مع ال البارد، فهمتي؟ خدات هذاك البارد قصبي، كنقول حنا قصبي تماما، هذاك القصبي تخدم به ودير تحت منه واحد القميص ارجونتي بحال قميص الملك تبارك الله عليه، تبارك الله، ولا سفير ديال الوان جميله في هذاك الثوب كيلبس. ولا لاحظتي حتى سيدنا دابا راه ولا كيلبس الوان اللي بعيده، ما بقاش كيخيط اللون باللون، لاحظتي؟ تماما، ولا كيخدم بالموف، ولا كيخدم حتى هو بلو روج، لو فيغ مع الروج، يعني ولا كيسجل تغيير تغيير، يعني نحاولوا نحيوا مصمم الازياء ديال سيدنا. طيب كنشكرك جزيل الشكر هدى العالمي، تبارك الله عليك، وما كنسخفش بك صراحه، نتلاقى وديما فين تنجلس معك تجيني رغبه عاوتاني نخيط شي جلابه تسنيت. مرحبا مره جايه عندك الثوبه امينه تبغي الا شريت الثوبه خاصك من البدايه تبداي معنا. صافي اوكي تبارك الله عليك، ونتلاقاك في حلقه مقبله ان شاء الله. حنا غادي نكملوا باقي فقراتنا.